إقام الصلاة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ دمونز قائمة أول ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم دمونز قائمة أول ولي ذو صرف منز نذبله حتى تأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. دا ذي وجهه شت منز بداس الطريقة بندو كلا كسنجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كده ذي. الصلاة تنقسم إلى قسمين فريضة ونافلة. منز دو قسمة ذي يو فرزة أو يو نفل ذي. الفريضة الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم وليلة. فرض منزونا ذا بينزو وقت منزونا ذي تشبه ورز كي بسلمان كي نعم وصلاة الجمعة في كل أسبوع أو ذا جمعي منز هر جمعي بورز لابد أن تؤدى الصلاة الصلوات المفروضة الخمس وصلاة الجمعة مع الجماعة على كل رجل بالغ عاقل لازمي خبر ذا تشبينزو وقت منزونا ذا جمعي منز هر عاقل بالغ مسلمانو كي نعم ولا تخلف عنها نسأل العافية السلام عن صلاة الجماعة إلا منافق ظاهر النفاق والله أعلم او نرستکیږي د دې جماعت د جمع د موزنه مگر منافق چخکاره منافق وي والله اعلم.